مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم. يا رب تكونوا كلكم جميعا بخير. مبسوطة أن أنا معاكم النهاردة في حلقة هتكلم فيها معاكم ونناقش حاجات كتير يعني قلقانة الفترة دي ومخلينا كلنا يعني عندنا أسئلة وتساؤلات عن موضوع الحلقة النهاردة، وهو الحيوانات وفيروس الكورونا. وحشتوني طبعا من اخر مره كنت معاكم، وكان لازم في وسط الاجواء دي نطلع ونوضح مع بعض تساؤلات ومفاهيم كتير اكيد عن يعني سواء ناس من اللي بتربي اوريدي حيوانات او ناس من اللي متابعه الموضوع من بعيد وعندها كتير من التساؤلات والمخاوف. خلونا نبتدي ونتكلم على طول، ويعني اكيد كلنا يعني بنحاول ان احنا ناخد كل الاحتياطات والطرق اللي نقدر كل في استطاعتنا علشان نحفظ سلامتنا وسلامة كل اللي بنحبهم، ولكن مش عايزين ده ياخدنا يعني في اتجاه معاكس للحيوانات ودورنا معاهم، وان احنا يتقلب ده بهاجس او مخاوف كتير من ان الحيوان ده ممكن يبقى حامل للفيروس. فعشان كده عايزين نوضح انه لحد اللحظه اللي احنا طالعين فيها معاكم النهارده على الهوا دي وبنتكلم، مفيش اي اثباتات انه الحيوان اللي هو البيت انيمال او الحيوانات الاليفه تقدر تنقل فيروس الكورونا. كل الحالات اللي يعني حصل لها ريكوردينج كانت حالتين اتنقل للكلب ده او الحيوان الاليف ده عن طريق صاحبه، يعني البيت انيمال ما كانش ليه اي دور انه ينقله، هو بس خد العدوى من صاحبه وما نقلوش لاي حد. فما فيش داعي للخوف الزياده، ما فيش داعي للقلق، احنا مع بعض انه فعلا الموضوع لسه فيه يعني حيره وتساؤلات كتير جدا من العلماء ومن كل الناس اللي يعني في المجال الطبي، لانه المشكله انه لحد الان الفيروس مش معروف له شكل كامل او التحور شغال. الاول كنا شايفين ومتابعين الحالات كانت مقتصرة على الناس ضعاف المناعة، الناس اللي عندها مشاكل صحية أو مشاكل في الجهاز التنفسي، لكن دلوقتي بيحصل لقينا ريسنتلي بقى في عدد من الإصابات في ناس، ممكن شباب، ممكن رجال، ممكن سيدات، يعني مختلف الأعمار ومختلف الفئات. المشكلة أن الحالة المناعية دي مش حاجة مطروقة لينا إن احنا نقدر نحكم عليها، يعني مش شرط أنه في سن معين تكون المناعة ممتازة وعلى العكس. فإحنا كل اللي بنقوله أنه الموضوع لسه فيه تحور ومفيش حد يقدر يجزم 100%، ولكن إلى الآن وده اللي احنا طالعين بنقوله مفيش أي داعي للقلق، ولكن لازم نحافظ على سلامتنا ونحافظ على الإجراءات الوقائية سواء معانا أو مع الحيوانات بتاعتنا العادية عشان نحفظ الصحة العامة، النظافة العامة، الإجراءات الطبيعية اللي لازم نعملها ونقوم بيها سواء في وجود وباء أو من غير وجود وباء. طبعا الفترة اللي فاتت زي ما احنا بنقول كده كل الناس كانت يعني قلقانة، وللأسف كان في سلوكيات ان الناس حتى ابتدت انها تفرط في الحيوانات بتاعتها، ولكن مفيش داعي لده يا جماعة. نركز ان احنا ناخد بالنا من سلامتنا، فعلا نتبع الارشادات والاجراءات اللي احنا المفروض نعملها علشان نحد من الانتشار على قد ما نقدر. الازمة زي ما احنا بنقول انه مفيش استدز او يعني دراسات مؤكدة بتقول قد ايه الفيروس ممكن يتحول، ايه اللي ممكن يساعد على ده، ايه اللي ممكن يزود نسبة الوفيات. طبعا في حاجات معينة وعوامل معينة زي الناس اللي اندر ريسك او الناس اللي عرضة اكتر للاصابة بوجود حكمهم او يعني بوجودهم في مجالات معينة او بحكم شغلهم، ده طبعا ممكن يأثر. لكن احنا واحنا قاعدين كده في البيت ناخد الاجراءات الاحتياطية، هنراجع مع بعض، وانا مش عايز افضل اتكلم كتير، انا عايز اخد اكبر عدد من المداخلات وارد على اكبر قدر من التساؤلات علشان الناس تهدى وتطمن. يعني دلوقتي كان عنده بيت انيمال في البيت او حيوان اليف وما كانش بيطعمه، فرصه ان هو قاعدين في الحظر، عندنا مجال واسع من الوقت، نبتدي نراجع التطعيمات بتاعته، نبتدي نتبع التعليمات والارشادات اللي كلنا لازم نعملها علشان نحفظه في سلامه في صحه جيده، لانه مش بس الكورونا اللي خطر عليه او انها تتنقله، لا ده في حاجات تانية كتير جدا. التطعيمات موجوده ومتوفره في المستشفيات الحكوميه او في لو الاماكن دي بعيده عنك ومفيش ضروره انك تنزل وحاسس ان انت يعني محتاج ان انت تتابع، ممكن تشوف اقرب مكان ليك او اقرب وحده او اقرب عياده
علشان تتأكد من سلامة ومن كل الإجراءات الاحتياطية معمولة. مفيش تطعيم بالمناسبة دي، مفيش تطعيم ضد الكورونا في الحيوانات، يعني مفيش حد يقول إنه، لأن دي برضو كانت من الأسئلة كتير جدا اللي بتجيلي، مفيش حد يقول إنه يا دكتورة أنا عايزة أدي تطعيم للكلب بتاعي عشان ما يجيلوش الكورونا. الكورونا اللي في الحيوانات الأليفة مختلفة تماما عن صورة الكورونا اللي موجودة عندنا في البني آدمين، وكانت حتى مش مميتة، يعني مش خطيرة وفيتل بالنسبة للحيوانات. كانت الكورونا كانت في الحيوانات بتيجي في الكلاب في الجهاز الهضمي، وكان يعني بتبقى شوية فيها مشكلة أو ممكن تسبب الوفاة لو يعني حصل لها اتحاد أو كومباينيشن مع فيروس تاني، وابتدى ده يزود من نقول إيه شراسة الفيروس، أو يقلل كمان من إن الحيوان يقدر يتخطى أو مناعته تقدر تتخطى مقاومة الفيروسين مع بعض. لكن هي لوحدها كانت موجودة وموجودة من زمان. في تطعيمات عندنا موجودة ومتاحة برضو في الأسواق بالطعم علشان تعلي المناعة، لأن زي ما احنا عارفين إن الفكرة كلها إن احنا نعلي المناعة. الفيروس أي فيروس في الدنيا، كورونا، بارفو، إكس، واي، واتيفر، ملوش يعني علاج سبيسيفيك غير إن احنا بنعالج الأعراض وبتدي نعلي المقاومة ونعلي المناعة علشان يبتدي الجسم يبقى سليم ويبقى قادر إنه يتخطى المشكلة دي. فمنأكد مفيش تطعيم ضد الكورونا. معانا دكتور نرمين. طيب اسمحوا لي اخد المداخله دي من دكتوره نرمين. دكتوره نرمين جبر، رئيس قسم الفندقه مستشفيات بيطري العباسيه، مظبوط؟ الو الو دكتوره نرمين، مساء الخير. مساء النور يا دكتوره انجي، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، ازاي حضرتك؟ منوره الدنيا ومنوره التلفزيون كله حبيبتي. ربنا يخليكي، ده نورك. تسلمي لي يا دكتوره. أشطر دكتورة في مصر. ربنا يخليكي، ده من ذوقك يا دكتورة نرمين، حضرتك الأحسن. الله يخليكي حبيبتي. دكتورة نرمين اسمحي لي أسألك وانتهز فرصة إن حضرتك معانا النهاردة على الهواء، وعايزة أعرف بقى يعني حالة الشارع وحالة أصحاب الحيوانات، هل في قلق؟ هل في توتر؟ حضرتك ملاحظة تغيير من بعد ظهور الفيروس وانتشاره؟ والله يا دكتورة إنجي أنا اللي ملاحظاه بصراحة حاجة إيجابية جدا جدا في الشارع المصري، شايفه ان في وعي بالنسبه للناس اللي عندهم حيوانات. كله جاي للمستشفى عندنا، اهتمام بالتحصينات، بموعد التحصينات، موعد التحصينات الفيروسيه والسعار. كلهم مهتمين ان اي مرض ظاهر في الكلاب والقطط على طول بتوجهوا عندنا او اي مستشفيات ثانيه، بحيث ان المرض حضرتك بتوفروا التحصينات وبتوفروا خدمه التحصين للحيوان، ومتهيألي باسعار يعني مناسبه جدا جدا بالنسبه للعيادات الخارجيه. طبعا اسعارنا مناسبه جدا، غير ان الخدمه عندنا وكفايه الدكاتره اللي عندنا اللي ما شاء الله عندهم هاي كواليتي يعني، وهاي يعني ويعني احسن دكاتره في مصر انا شايفاهم بالنسبه لنا يعني. اهم حاجه ان احنا في الفتره دي اصلا ان احنا نزود الوعي من الناس، ونزود ان الناس يفهموا ان مفيش فايده من ان هم يرموا كلابهم او يتخلصوا من كلابهم في الشارع. مظبوط، بالعكس ده ممكن يزود المشكله اكتر ويساهم في انتشار امراض اكتر. طبعا يا دكتور انجي، وبعدين احنا مش عارفين الفيروس ده بيتحور، بيحصل تحور اصلا وممكن يؤدي الى انه يكون خطورته تبقى اعلى، ومش عارفين ايه اللي بيحصل فيه. فحكايه ان احنا نرمي حيواناتنا في الشارع دي اكبر خطر 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 علينا جدا. بالزبط. اهم حاجه زي ما انت شايفه يا دكتوره، طبعا حتى لما بيجي عندنا الكلب او الحيوان بنفحصه، لو ظهر عليه اي اعراض تنفسيه او اعراض في جهاز اسهال او كحه او كده، احنا على طول بنتوجه ان احنا حتى نعالجه، وده بيقلل برضو ان هو يتعرض للامراض بصفه عامه. طبعا طبعا يا دكتور. فالحمد لله انا شايفه بصراحه والله انا طيب الحمد لله، يعني في تفاهم وفي وعي جدا جدا. بالعكس انا شايفه ان ما شاء الله عندنا، ان شايفه الناس اللي هم اللي بيجوا لنا او اللي بيقتنوا بالحيوانات، انا شايفه عندهم وعي وادراك كويس جدا بخطوره الامراض الفيروسيه. امال التساؤلات والناس الثانيه اللي عندها قلق ومخاوف دي بقى معناها طبعا من الناحيه الثانيه اللي ما عندهمش حيوانات مثلا هم اللي خايفين؟ لازم نزود الوعي ليهم يا دكتور، لازم نعمل زياده الوعي ليهم. الناس اللي خايفين او كده، ما فيش حاجه اسمها ان احنا نرمي كلابنا وقططنا في الشارع، ما فيش حاجه اسمها الكلام ده. في حاجه اسمها ان لو كلب ظهر عنده اي اعراض لازم اتوجه لاي عياده خارجيه
او مستشفيات عندنا احنا هناخد كلها. احنا هناخد راي برضو العيادات يعني دكاتره من العيادات الخارجيه. احنا عايزين زي ما بتقولي كده يا دكتوره نرمين يبقى في وعي شامل وتبقى في زي يعني حمله علشان الناس تطمن، وعلشان زي ما حضرتك بتقولي في جزء طبعا بيتجه للمستشفيات، في جزء تاني ممكن يهمل او يخاف اصلا ويفتح باب بيته ويسيب الحيوان بره في الشارع ويساهم زي ما حضرتك بتقولي في نقل امراض اكتر. بالظبط طبعا طبعا يا دكتور. يا ريت يا دكتور بس من مكانك ده توجهي رساله لينا ان المفروض المستشفيات والعيادات تبقى مفتوحه برضه 24 ساعه. بالظبط انا والله نقطه لسه كنت هتكلم فيها، لانه طبعا مع احترامي الشديد وتقديري لكل الاجراءات اللي الحكومه عاملاها علشان تضمن يعني ان يبقى في سلامه للمواطن ويبقى ما فيش مشكله او تحد من مشكله انتشار الفيروس. طبعا احنا لكن لما بنحافظ على الدكتور البيطري برضه مش هيقدر يتحكم في وقته، مش هيقدر يتصل بيه حاله يقول له انا اسف يعني يعني احنا وكل ما بنحافظ على سلامه الحيوان وكل ما بالظبط يعني هي دايره يا جماعه بالزبط. يعني سلامتنا من سلامه الكائنات اللي عايشه معانا، من 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 صحتنا ونظافتنا، يعني بتنعكس يعني الامور دي كلها متحده ببعضها بصفه بصوره كبيره جدا. فلازم نحافظ على التشين دي انها تفضل مترابطه، ولازم نحافظ زي ما بنحافظ على سلامتنا وناخد الاجراءات كلها، لازم كمان ناخد الاجراءات دي مع الحيوان اللي احنا بنحبه. بشكرك جدا يا دكتورة نرمين. وانا بشكرك يا دكتورة انجي، واتمنى ان تفضلي حضرتك متابعانا و منورين. ومشتي جدا لمداخلتك يا دكتورة، متشكره جدا يا فندم. معانا مداخله تانية. طيب احنا يعني خدنا راي دكتوره نرمين احنا مستشفى رئيس قسم الفندقه في مستشفى بيطري العباسيه، عايزين كمان نشوف راي دكتوره متميزه واستاذه فاضله في المجال العيادات برضو البيطريه، دكتوره نيفين حسني معايا الهوا. مظبوط. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتوره، ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتوره انت؟ الله يكرمك ويبارك فيك. الله يكرمك. الله يكرمك. كنت حابه اخد راي حضرتك اولا في سلوكيات بعض الناس، في خاصه في ظهور الازمه الاخيره والفيروس اللي كلنا عاملين توتر وقلق، وانعكاس ده على حضرتك في العياده ورايك عامه في السلوك ده ايه؟ والله بصي، هو الناس اول حاجه يتطرقوا اليها التخلص او الرفض بدون تفهم اي شيء. طبعا منظمه الصحه العالميه زي ما حضرتك عارفه اثبتت لغايه وقتنا هذا ان مفيش اي مشكله من القطط والكلاب. طيب انا مخليه القطه بتاعتي او الكلب بتاعي من دي 1 عندي في البيت، مخلصها تطعيماته، منظفاه كويس جدا. زي ما حضرتك عارفه كويس جدا ان الكورونا مشكلتها الدروبلت انفكشن او المايكرو كمان دروبلت. الكلب والقطه عندي ما هو الا سطح. الدنيا عندي نظيفه اتس اوكي. حتى في ايدين الحالتين اللي هم اتثبتوا دول الحالتين كانوا مصاحبين اتنقلهم من صاحبهم. بالظبط. الميديا عندي كويسه، الميديا عندي نظيفه، وانا محافظ على نفسي زي ما بحافظ على اولادي انا بحافظ على القطه او الكلب بتاعي. برضو انا اول حاجه كنت قلتها للاونرز عندي في العياده، حافظوا على كلابكو اندور، ما تطلعوش كلابكو بره. ايوه حصل وطلعت وكلب. طب موضوع التويلت وكده اهوت اتحكم فيه ازاي؟ اوكي لو طلعت بره لازم تنظف الرجلين كويس قوي، لازم تنظف الايدين كويس قوي وتدخلهم تاني بعد كده اهوت. كذلك الـ 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 الاستحمام، انا بحمي الكلب بتاعي كويس جدا وبنظفه كويس جدا. برضو بعض الناس كانت ابتدت تدور في السجلات بتاعه الكلاب بتاعتها وجايه كتير جدا، جم قالوا لي ايه ده الكلاب بتجي لها كورونا. ايوه الكلاب بتجي لها كورونا فعلا. بس اتس نوت ذات كورونا اللي احنا بنعاني منها في الوقت الحالي، وهي بتصيب الجهاز الهضمي وهي مش من الامراض اللي هي الفيتال قوي بالنسبه للكلاب. عندي اهم حاجه وانا اللي بقولها دايما، حافظوا على كلابكم جوه البيت وقطاتكم جوه البيت، مش هيتنقلهم اي حاجه لان هم اساسا ما فيش مشاكل منهم خالص. ما ترموش حاجاتكم بره، لان اول ما هترموا حاجاتكم بره اولا انتم مسؤولين يعني قدام ربنا، انتم مسؤولين عنهم تماما. وربنا يحافظ عليهم وعلينا وعلى مصر كلها. وانا واحده من الناس يعني ملتزمه بتعليمات الدوله شويه، ودي حاجه كويسه. ملتزمه شويه في البيت، ويمكن بنزل بس للحالات اللي هي الامرجنسي او بعالج بالتليفون الصراحه. علشان حد بس الموضوع الفيروس ننتهي منه على خير ان شاء الله، ويحافظ على مصر كلها باذن الله. ان شاء الله يا دكتوره نيفين، شكرا جدا لمداخله حضرتك. يا رب الله يعني يكرم.
دايما بالتوفيق يا رب. الله يكرمك. ميرسي يا دكتوره نبيل. يعني طبعا يعني احنا حاولنا نجمع اراء مختلفه. طبعا لازم نحافظ على سلامتنا ولازم ما ننزلش للضروره. انا بس يعني بنعقب بس في النقطه دي ان في حالات امرجنسي. الازمه الحقيقيه اللي فعلا كل واحد صاحب عياده او مسؤول في مكانه يقدر ان هو يتصرف، لكن الازمه الحقيقيه انه مش هيقدر يتحكم في الناس اللي شغاله معاه وال يعني الارواح اللي هو مسؤول عنها بمعنى باخر يعني، فمش هيقدر ان هم ينزلوا. ممكن بس نعمل زي ما نفس فكره الحكومه عملتها ان احنا نقلل الاعداد، نقلل الوقت، يبقى النزول للضروره، ولكن لازم طبعا دور الدكتور البيطري موجود، وزي ما بنقول كده علشان يحد من انتشار حاجات كتير ممكن ترجع تنعكس علينا تاني. طيب انا عايزه اتنقل لنقطه تانيه نتكلم فيها برضو استكمالا لنقطه ان الكورونا كانت موجوده قبل كده في الحيوان، بس بتيجي للجهاز في الجهاز الهضمي ولهاش اي علاقه بالكورونا الحاليه او المستجده اللي ليها تاثير على الجهاز التنفسي. الوبائيه بتاعه المرض ده او القصه دي عامله ايه؟ ايه اللي عامل المشكله دي لما هو كان موجود قبل كده ولما كان يعني ما كانش مميت بالصوره؟ ايه اللي عامل القلق ده؟ الفكره كلها زي ما احنا بنقول انه في قصه في تحور، الناس لسه عماله تعمل دراسات وتبتدي تبحث علشان تشوف ايه اللي بيحصل. فلو احنا كلنا تاملنا الصوره من الاول ولقينا انه الفيروس عمال يتنقل من صوره لاخرى او من ستيج لستيج ثانيه، هو ده اللي هي دي هنا الخطوره وهي دي هنا المشكله، انه لسه ما حدش قادر يجزم 100% انه الوبائيه دي ممكن توصل لايه. في بلاد كتير جدا زي ما احنا شايفينها عندها نسب اصابات وعندها نسب للاسف كمان وفيات عاليه جدا، وفي بلاد لا. طب يا ترى ليه؟ ده اللي هم عمالين يبحثوه. يا ترى ايه اللي ممكن يحد من ده؟ هل المناعه وزي ما قلنا العوامل اللي كنا لسه بنتكلم فيها، ولا هل في حاجه تانية ممكن عن طريق مصل او عن طريق تدخل طبي واجراء معين هو ده اللي ممكن يحد من الوبائيه دي او من انتشار الموضوع؟ كل ده هو اللي مطروح على الساحه، كل ده هو اللي الناس بتحاول توصل فيه الحل علشان ما تبقاش يعني موضوع مهدد انه بالصوره دي بالانتشار، لا بالعكس عشان يتحجم وما بقاش فيه منه قلق. طيب عايزين كمان نقول انه من الاجراءات اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها كلنا وعمالين ننبه الناس انها قد ايه ضروريه، موضوع التحصينات. التحصينات في القطط وفي الكلاب، او لان احنا حلقتنا مخصصه النهارده يعني في انتشار الفيروسات عامه في البيت انيمال وعلاقتها بالكورونا. طيب ناخد الاتصال ونرجع نكمل التحصينات. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتورة؟ الحمد لله يا فندم. لا جوهر معايا؟ ايوه جوهر. منوريني حضرتك. اتكلمنا منين؟ انا من دمياط حضرتك. طيب ايه الاخبار عندكم؟ الاخبار تمام والله، دمياط كويسه الحمد لله. طيب اتفضل، ايه سؤال حضرتك؟ شكرا يا دكتوره، بارك الله فيكم. ربنا يخليك يا فندم. ولعم حضرتك بخير، منورين قناه الصحه والجمال والله. ربنا يخليك تسلم. بالنسبه يا دكتوره بعدين حضرتك موضوع الاغنام والمواشي دوت فيها ضرر على الانسان حاجه؟ لا دول لسه ما فيش اي حاجه اتسجلت انها اتنقلت ليهم. مفيش يعني مفيش حاجه يعني. ما الحمد لله لحد دلوقتي، لان يعني الحاله الوحيده الحالات الوحيده اللي اتسجلت اتنقلت لكلب في الصين او لكلبين و يعني كانوا عن طريق اصحابهم، لكن لسه الاغنام والمواشي والقصه دي ما فيش اي حاله اتسجلت في العالم كله. يا رب، لان دي هتبقى احنا يعني احنا بارك الله فيكم. ربنا يخليك، متشكره جدا لمداخلتك. لا يا رب نفضل كده ونفضل سالمين. الواحد بيسمع يعني وبيشوف الحاجات حوالين العالم بيحزن، واكيد كلنا متاثرين، فيا رب نفضل احنا سالمين والحيوانات بتاعتنا، لان احنا مش قد ابدا ابدا يعني التشين او المشكله اللي ممكن تحصل لو الحيوانات دخلت في حاجه زي كده وابتدت تبقى مشكله يعني، او تبقى مساعده في انها تنقل الفيروس، انها تبقى مصيبه يعني. ف
هلا نرجع ندي كده تنويه عن الفيروسات، عن التطعيمات اللي المفروض نديها ضد الفيروسات في الحيوانات الاليفه. احنا عارفين كلنا ان احنا بنبتدي سن التحصينات في عمر 45 يوم في الكلاب، وفي القطط تقريبا برضو 3 شهور او 4 شهور، وقبلها بس بندي تحصينات دوريه اللي هي للديدان او للحشرات. التحصينات الفيروسيه زي ما بنقول 45 يوم في الكلاب، 3-4 شهور في القطط. بندي جرعات، اول جرعه نستنى، بعد كده ندي جرعه منشطه بعدها من 14 ل 21 يوم على حسب التحصين المتبع، وبعدين بندي جرعه ثالثه بعدها برضو من 14 ل 21 يوم علشان نضمن انه الجهاز المناعي حقق يعني الدرجه المرجوه من ان احنا نحفزه ونديله التحصين ده، يبتدي ينتج اجسام مضاده تقاوم الفيروس. اي خلل بقى في ان احنا ما نديش الجرعه المنشطه، يحصل لخبطه، ندي من انواع، يعني انا مش عايزه اصعبها قوي، بس ندي من انواع معينه ونرجع تاني ندي من انواع مختلفه، او ناخر التطعيم عن الميعاد الجرعات اللي المفروض مكتوبه ومتسجله في الشهاده بتاعه الحيوان بتاعنا، طبعا بيخلي التحصين ده غير قابل انه يحقق المناعه اللي لسه بنقول مطلوبه منه. فيا ريت نلتزم بالمواعيد العاديه بتاعه التحصينات، لان هي دي يعني هنقول ايه الاجراء الاحتياطي او الاحترازي الوحيد اللي احنا ممكن نعمله عشان نضمن سلامة الحيوانات من الإصابة بالأمراض الفيروسية. عندنا كمان تطعيمات دورية، الجرعات الديدان، جرعات الحشرات. هنقول طب ايه دكتورة علاقة الديدان والحشرات، احنا بنتكلم في فيروسات، ما هو احنا عايزين نعلي المناعة وعايزين نعلي المقاومة، فمش عايزين نخلي فيه إصابات مختلفة، كل دي تسقط من الحالة الصحية العامة للحيوان، تخليه عرضة للإصابة بحاجات. فكل الحاجات دي مهمة جدا ان احنا نراجع التطعيمات، نراجع كمان الجرعات الوقائية اللي هي جرعات الديدان، جرعات الحشرات. داخلين على صيف، داخلين على حر، مش عايزين الحيوانات تبقى يعني هملنا وسايبينها شويه من غير الجرعات دي، من غير جرعات الحشرات، علشان ببساطه يبقى دايما جسم الحيوان نظيف، مناعته كويسه، يقدر يقاوم، ما يبقاش في اي مشكله لينا، لانه احنا عارفين ان احنا جايبينه علشان زي ما بنقول كده يبقى يعني حاجه مسليه ومعونه لينا مش العكس. طيب عايزين نتكلم كمان في نقطه مهمه، احنا قلنا اهو التطعيمات. طيب ايه الحاجات اللي انا ممكن ان انا اعملها كمان عشان انا ابقى مطمن دكتورة؟ طيب ناخد الاتصال ونرجع نكمل. ألو ألو، أستاذ مدحت معانا؟ ألو أستاذ مدحت، أستأذنك توطي صوت التلفزيون وحضرتك تسمعني من ال يعني. تمام تمام حاضر تمام. أوكي اتفضل. إزيك يا دكتورة عامل إيه؟ الحمد لله يا فندم. حضرتك بتكلمنا منين يا أستاذ مدحت؟ من الدقهلية يا فندم. أهلا وسهلا بيك. الأخبار إيه والدنيا إيه عند حضراتكم؟ الحمد لله تمام والله، في تحسن الحمد لله من الاول. طيب سؤالك يا فندم. حتى جنب الباس برضه ما شاء الله تحسنت من الاول الحمد لله. سؤالك يا فندم. السؤال بس يا دكتوره لو سمحت، يعني كل الحيوانات يعني معرضه ان هي برضه انها مرضى كورونا وكده، ولا في حيوانات معينه ممكن نبتعد عنها يعني بشكل اكبر؟ يعني انا كنت لسه بنجاوب حاضر السؤال ده، بس هرد على حضرتك تاني. حاضر. معلش انا اسف والله ان انت جايب. لا لا يا فندم مفيش اي حاجه، هرد على حضرتك حالا. شكرا يا فندم. كل الحيوانات احنا متابعين زي ما احنا بنقول كده، انه لحد دلوقتي كل حاجه في الدنيا، بص حاجه احنا ارواح، يعني ربنا خلقنا، خلق فينا الروح، خلق فينا يعني باختلاف اشكالنا ويعني نفس المواصفات، ولكن احنا معرضين لكل حاجه، اي روح معرضه انها تعيا، اي روح معرضه ان يجي لها اي مشكله. الحيوانات لحد دلوقتي امال ايه الازمه؟ الازمه انه يبقى في حاجه معديه او تبقى تشكل خطوره في الانتقال بيننا وبين الحيوان، فبتساهم في ان المرض بدل ما تبقى الخطوره او الريسك فاكتور بتاعه مثلا 10%، لا ده يبقى 40 و50 و60. فهي دي الازمه. الى الان ما فيش اي حالات حصل لها زي ما بنقول يعني ريكوردنج، الا حالتين لكلب خدوا العدوى ده من صاحبهم، يعني خد العدوى من صاحبهم ولكن هو ما نشرهمش، ما بقاش عنصر يعني في انتشار المرض. فما ما بالصورة دي احنا مطمنين، لانه الى الان لم تسجل اي حالة عن ان الحيوانات الاليفة او حتى الحيوانات التانية قادرة انها تنقل المرض ده للكائنات الحية لينا والحيوانات التانية. فسوفر او الى هذا المدى الحمد لله. احنا بقى اللي المفروض نبتدي ناخد بالنا، وزي ما احنا عمال اتكلم كده ناخد بالنا علشان نزود حاله الوعي والحاله الصحيه العامه لينا وللحيوانات ولكل الكائنات، لان دي ارواح معرضه ان يحصل فيها اي حاجه.
انا كنت بقول نقطه قبل اتصال استاذ مدحت، كنا بنقول على ايه، كنا بنقول على ان ازاي نرفع المناعه والمقاومه على ما اتذكر. نرفع المناعه زي ما بقول كده، ان هناخد الحاجات دي هنمشي عليها. التطعيمات خلصناها وعرفنا مواعيدها وازاي تتكرر وامتى تتعمل. الحاجات الوقائيه سواء جرعات الديدان عرفنا برضو ازاي ممكن ان احنا نديها وازاي هي ليها دور مهم جدا في رفع المناعه. طيب احنا بقى واحنا قاعدين في بيوتنا وعندنا حيوانات، دكتوره نيفين كانت نوايد في المكالمه ان احنا ناخد زي ما بناخد بالنا من نظافتنا الشخصيه وبنعقم نفسنا، برضو ناخد بالنا من نظافه الحيوان اللي معانا. مش معناها ان احنا نروح نبخه كلور ولا نعقمه، لا، معناها ان احنا بس نقلل كمان هو كمان من نزوله، نقلل من تعرضه للحيوانات او في الجناين، او ما نخرجش ما نستهترش بالكلام ده ابدا، لانه ده من الاجراءات السلامه العامه. معانا مداخله تانية، انا مبسوطه جدا بكل المداخلات ونفسي ارد على اكبر قدر من التساؤلات. معانا مدام ايمان من البحيره، مظبوط؟ السلام عليكم. وعليكم السلام مدام ايمان. سمعت، عايزه اسال، انا مربيه قطه في البيت، القطه نقل المرض ولا ايه؟ طيب طيبة مدام، انا هرد على حضرتك. والله العظيم ما فيش حالة اتسجلت لحد دلوقتي ان القطط والكلاب ممكن تنقل المرض، فطمنوا يعني، رجاء 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 يعني نطمن ونهدى ونقول. عمالة اقول من اول الحلقة والله ما فيش اي حاجة دلوقتي لحد دلوقتي اتسجلت، ما فيش اي داعي للقلق، بس مدام ايمان واستاذ مدحت كل الناس اللي قلقانة تاخد الاجراءات الطبيعية، التطعيمات اللي كنا بنعملها قبل وجود الوباء ده او بعد ظهوره، لازم كل الحاجات دي تتاخد في الحسبان علشان نضمن السلامة، عشان احنا كمان ما نبقاش دور يعني او دور لينا دور سلبي، او ان احنا بنساعد في ان احنا نحد من انتشار المرض ده سواء في الانسان او في الحيوان. لازم يا جماعة ناخد الحاجات دي ونتبع إرشادات الحكومة ونتبع الإجراءات، كل الإجراءات الاحتياطية علشان نضمن السلامة ونضمن إن الفيروس ما ينتشرش. دي حاجة. أي حد عنده تساؤلات أو أي حد قلقان، تليفوناتنا مفتوحة، وزي ما قلنا في الأماكن في أول الحلقة، يا إما المستشفيات الحكومية يا إما العيادات القريبة أو أي مكان أنت تقدر تاخد منه الخدمة علشان ترفع من كفاءة وصحة ومناعة الحيوان اللي معاك، علشان ده هينعكس علينا، وعلشان زي ما بنقول كده نعدي الفتره اللي يعني اللي مش لطيفه دي باقل الخسائر علينا وعلى الحيوانات اللي احنا بنحبها. معانا وقت اتكلم في نقطه تانية؟ طيب حاجه عايزه تانية اقولها، انا مش عايزين نطبق ننسى برضو يعني ارشاد صغنن كده، او حاجه عايزه اقولها لكم، ان احنا مش عايزين نطبق او الادويه او الحاجات اللي احنا نعملها معانا مع الحيوان. الحيوانات يعني الكلور بيسبب لها مشكله جامده جدا في الجهاز التنفسي، بيعمل لها حساسيه، ممكن يوقع الشعر، فما نكترش الكلور في البيت، ما نرشش الحيوان طبعا بكلور والكلام ده ما ينفعش. ناخد بس بالنظافه العامه، الصابون او الشامبو بتاعه اللي احنا بنستعمله العادي، دي حاجة. الحاجة التانية هنقلل من خروج زي ما اتفقنا، وهننظفه أول ما بيدخل، هنراجع تطعيماته. حاجة كمان، الباراسيتامول أو الأدوية اللي هي خافضة للحرارة، لأنه كتير قوي دلوقتي مع ظهور أي مشكلة في الحيوان أو القطط والكلاب، يعني جالي حالات مؤخرا كتير متسممة باراسيتامول، بأكد إن هو ممنوع في القطط وفي الكلاب. ممكن نستعمل حاجات تانية خافضة للحرارة ومسكنة للآلام، أي حاجة من منتجات الـ يعني الـ ممكن أبصار مش عارفة ممكن أقول أسامي ولا لأ، بس البرو الكيتوفان، الحاجات ديت حاجات سيف ما فيهاش مشاكل، ممكن نستعملها لو في التهاب او في اي حراره لاحظناها وبنلاحظها من ان الحيوان على طول عنده مشكله، او الاكتيفيتي او الحركه بتاعته اقل شويه. في حاجات كتيره، وكنت منتظره مداخلات تانية برضو، بس ان شاء الله هوعدكم هنعمل حلقه تانية هنكمل فيها باقي النقط دي، بس عشان احنا للاسف ملتزمين بوقت. يا رب كلنا نعمل التبس اللي احنا اتفقنا عليها، ويا رب كلنا نبقى اطمننا شويه. وهستقبل ان شاء الله على الصفحه اتصالاتكم واسئلتكم، وهنرد عليها تاني، ويا رب ان شاء الله يعدي الفتره دي علينا كلنا بخير، احنا وحيواناتنا وكل الناس اللي بنحبها. اشوفكم المره الجايه ان شاء الله.